هل يجوز تقبيل الركن اليماني؟ لا، لم يشرع تقبيله، إنما يشرع استلامه باليد. الأركان الأربعة واحد منها يستلم ولا يقبل، وهو الركن اليماني، وواحد منها يستلم ويقبل أو يشار إليه، وهو الحجر الأسود. والركنان الشامي والعراقي لا يستلمان ولا يقبلان، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.